السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. الجيل الأول من الآيفون الاس اي كان بهذا الشكل لحد ما وصلنا الجيل الثاني اللي تغير تماما، وإن شاء الله في هذا الفيديو بنشوف الجيل الأحدث من الآيفون اس اي هو الجيل الثالث اللي يأتي بأحدث وأقوى معالجات شركة أبل الاي 15 بيونيك، كذلك الداعم للفايف جي. بلاش أطول عليكم، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. أعلن شركة أبل في مؤتمرها الأخير عن أحدث أجهزة الآيفون هو آيفون اس اي الجيل الثالث، واللي توفر بثلاث ألوان هم سماء الليل وضوء النجوم كذلك اللون الأحمر. كذلك توفر بثلاث مساحات تخزينية مختلفة وهم الـ 64 جيجا والـ 128 والـ 256 جيجا بايت. خلونا في البداية نتكلم عن التصميم، فيأتي هذا الآيفون بوزن خفيف جدا تقريبا 144 جرام، وهو أخف من الجيل السابق، ويأتي بعمق 7.3 مليمتر، ويأتي بزجاج قوي من الأمام كذلك من الخلف، ويأتي من الجانب الأيمن زر التشغيل والإيقاف مع المساعد الشخصي سيري، ومن الجانب الأيسر الزر اللي يتميز فيه أجهزة الآيفون للانتقال من الصامت للعام والعكس، بالإضافة إلى زر لرفع وخفض الصوت. الواجهة الأمامية مكبر صوت ستيريو مع ميكروفون مدمج، ومن الأسفل منفذ الشحن الخاص بالآيفون اللايتنينج. أما بالنسبة للشاشة فيأتي الآيفون اس اي الجديد بشاشة بمقاس 4.7 بوصة من نوع ريتنا اتش دي، شاشة اي بي اس بدقة 1334x750 بيكسل بمعدل 326 لكل بوصة، وبنسبة تباين 1 على 1400، ويصل السطوع ل 625 شمع. وبكل تأكيد هذه الشاشة تدعم تقنية الترو تون لراحة العين، كذلك عليها طبقة حماية مقاومة للزيوت وبصمات الإصبع. أيضا من أهم مميزاتها تدعم تشغيل الفيديو بتقنية الدولبي فيجن والHDR10. ما زال الآيفون اس اي يتميز بالبصمة الآمنة والسريعة، مستشعر بصمة الإصبع بأسفل الشاشة مدمجة بزر الشاشة الرئيسية. أكثر ما يتميز فيه الآيفون اس اي النسخة الجديدة هو أنه مزود بأحدث معالجات أبل الاي 15 بيونيك، وهو نفس المعالج الموجود في نسخة الـ 13 كذلك البرو والبرو ماكس. معالج سداسي النواة بمعمارية 5 نانو، معالج قوي ويتفوق على كثير من أجهزة الفلاجشيب. هذا المعالج قادر على معالجة الصور باحترافية وتعدد المهام، ومميز جدا بالألعاب. يأتي جهاز الآيفون اس اي الجديد الجيل الثالث بكاميرا أمامية 7 ميجا بيكسل، فتحة عدسة 2.2، وتدعم بكل تأكيد نمط البورتري مع 6 تأثيرات مختلفة لدرجات الألوان. كذلك تدعم الديب فيوجن لتظهر تفاصيل أكثر بالصور، وبكل تأكيد تدعم الـ HDR4 الذكية، وهي التي تعمل على إبراز تفاصيل أكثر. هذه الكاميرا قادرة على تسجيل فيديو بجودة 1080 بمعدل 30 إطار بالثانية، وهذا اللي بيفيد بكل تأكيد بمكالمات الفيس تايم بجودة ممتازة. كذلك ميزة التثبيت السينمائي بتسجيل الفيديو بجودة 1080. أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فتأتي 12 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.8 مع زوم رقمي لغاية 5X بكامل الجودة. كذلك تدعم البورتري مع ميزة ضبط العمق ومع 6 تأثيرات مختلفة ومع ميزة التثبيت البصري للصور. كذلك تدعم الديب فيوجن لإظهار تفاصيل أكثر بالصور، وتدعم الـ HDR4 وأنماط فوتوغرافية متعددة بالإضافة إلى فلاش ترو تون بتكنولوجيا الليد. أما بالنسبة لتسجيل الفيديو فهي قادرة على تسجيل فيديو بجودة 4K بمعدل 60 إطار بالثانية مع تكبير رقمي 3X وتثبيت سينمائي على جميع الجودات 720 أو 1080 وحتى 4K، وتستطيع التقاط صور بجودة 8 ميجا بيكسل أثناء تسجيل فيديو بجودة 4K. وما ننسى بكل تأكيد التسجيل ستيريو. الآيفون اس اي يأتي بأحدث أنظمة شركة أبل للآيفون iOS 15، ويتمتع بمزايا النظام المعروفة وداعم للفايف جي، ويدعم شريحتين، شريحة عادية وشريحة مدمجة أو شريحتين مدمجة eSIM، ويدعم كذلك بكل تأكيد تقنية الـ NFC لتستفيد من أحدث وأسرع وأأمن تقنيات الدفع أبل باي. كذلك الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار الـ IP67، ويدعم البلوتوث 5.0، ويدعم الواي فاي 6. أما بالنسبة للبطارية فيحتوي على بطارية قادرة على تشغيل فيديو لغاية 15 ساعة، ويدعم الشحن السريع 20 واط، تستطيع شحن البطارية من 0 لـ 50% في 30 دقيقة. كذلك يدعم الشحن اللاسلكي. طيب يا شباب، هذا الآيفون موجه لمين؟ موجه للي يمتلك الآيفون اس اي الجيل الأول أو حتى الجيل الثاني،
أو يمتلك الآيفون 6S أو 7 أو حتى 8، فهو أقوى وأحدث التقنيات فيه عن هذه الآيفونات اللي تم ذكرها، فبكل تأكيد يتفوق عليهم بوجود المعالج القوي الـ A15 بيونيك، كذلك دعمه للـ 5G الشبكات الأسرع، وبكل تأكيد بالنسبة للبطارية فهو أقوى منهم أيضا، وأيضا بأوضاع تصوير مختلفة، كذلك موجه لأي شخص من عالم الأندرويد حابب يدخل منظومة أبل، فشركة أبل موفرة تطبيق لنقل الأسماء، جهة الاتصال، الصور والفيديو وبعض البيانات من أجهزة الأندرويد لأجهزة الآيفون بكل سهولة ومتوفر بشكل مجاني، وسبق وشرحت الطريقة وبتلاقيها بصندوق الوصف أسفل الفيديو. فيتميز هذا الجهاز بالشاشة الصغيرة للناس اللي تحب تستخدم هذا المقاس، كذلك السعر وأيضا الخدمات أو التقنيات اللي موجودة فيه، المعالج الـ 5G، شريحتين أو الشرائح اللي هي الإيسم المدمجة الجديدة. وبس تقريبا، فبكذا أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله أكون أفدتكم بمعلومة بسيطة، يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة، في أمان الله.